المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. مع تعمق المأزق الإسرائيلي، واشنطن تواصل سياسة الالتفاف لتحصيل مصالح الاحتلال جوا وبحرا. هل ستنجح إدارة بايدن في توليف صيغة مريحة للاحتلال المأزوم أم فات الأوان؟ غضب الضفة الرمضاني المرتقب وتنسيق جبهات المساندة مع مقاومة غزة، عناصر قلق استراتيجية تعمق في وعي صانع القرار الإسرائيلي. ماذا تملك واشنطن من خيارات أمام هذه المعضلة بعد إقرار معظم نخب الاحتلال بفشله أمامها؟ من دون الولايات المتحدة يبدو المأزق الإسرائيلي أكبر من أن تحتمله دولة الاحتلال. هذا ما تشي به الوقائع بثوابتها ومتغيراتها منذ لحظة 7 أكتوبر. اليوم خطوة أمريكية جديدة لحلحلة معضلة الاحتلال على الأرض. تدس واشنطن يدها هذه المرة من الجو والبحر. تسعى إدارة بايدن إلى لملمة الأزمة الإسرائيلية المتعمقة التي وللمفارقة يعكسها عجز الاحتلال عن إبرام هدنة بشروط طبيعية وببلوغه مرحلة يعتبر فيها المسارات الطبيعية خسارة له. مظلات الولايات المتحدة وحلفائها لم تغير شيئا من واقع إغلاق المعابر البرية. القلق تفرضه الإجراءات المتسارعة لبناء الرصيف العائم على سواحل غزة. من هناك تلوح محاولات متجددة لحصد ما عجزت عنه دولة الاحتلال في حربها الإبادية. ملامح السعي إلى التهجير وملامح السطو على ثروات البحر الغزاوي وملامح الهيمنة الأمريكية المقنعة وأكثر من ذلك. يحدث هذا لأن الاحتلال أخفق في معالجة أزماته العميقة إن لم يكن قد عمقها أكثر. وإلا فماذا يعني القلق المتنامي من غضب الضفة المعتمل في صدرها؟ ومن الحسابات الدقيقة جدا مخافة كارثة تأتي من جبهة الشمال. وقد يكون السؤال مفتوحا خلف كواليس الحلف الأمريكي الإسرائيلي عن القدرة على فرض نتائج الرصيف العائم في مقابل معادلة البحر الأحمر وبحر العرب وما بعدهما إلى المضائق بتوقيع يمني. فالماء كما الجبهات، كشف طوفان الأقصى أنه موصول ومفتوح بعضه على بعض. ولعدم استباق سيناريوهات الفترة القريبة المقبلة، يبدو أن الالتفات إلى نتائج مفاوضات الهدنة لا يزال مطلوبا. والمطلوب أكثر هو ما عبر عنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. تحرك عربي وإسلامي فعال في شهر رمضان لوقف العدوان وتقديم الإغاثة الحقيقية إلى الشعب الفلسطيني. ولعبارة الإغاثة الحقيقية معناها الواضح. مشاهدينا، نناقش هذه الأفكار في المسائية مع ضيوفنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد الأخرس، ومن حيفا الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، ومن واشنطن معنا مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن الدكتور باولو فون شيراك. سأبدأ معك أستاذ إيهاب جبارين من حيفا، والسؤال الذي يتردد الآن بشكل مباشر: الإجراءات الأمريكية التي تقوم بها إدارة الرئيس بايدن حاليا، هل تبدو خارج إطار الإرادة الإسرائيلية أو فرضا عليها أم تنسيقا معها ومحاولة لمساعدتها؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. حياك. يعني لكي نقرأ ذلك بشكل أدق، ربما يجب أن نعود إلى تسلسل الأمور منذ بدايتها. بلينكين في بدايات شهر ديسمبر كان قد أعلن بأن يناير يجب أن يكون الخط الأحمر لهذه الحرب. نحن الآن في خضم شهر مارس، هذا في المقام الأول. ورأينا كيف التعنت الإسرائيلي وضرب بعرض الحائط في كل الجهود الأمريكية لمحاولة وصول إلى النوع من احتواء هذه الحرب، كي لا تضر بالمناسبة ليس حبا بالفلسطينيين، بل كي لا تضر بمساعيه الانتخابية للديمقراطيين. هذه في هذه الجزئية. بعد ذلك نحن نأتي سريعا إلى محاولتها تحديدا في خضم المرحلة الآلية، يعني سريعا سوف نمر على كل ما كان ونأتي إلى ما كان من المفاوضات الحالية. في خضم المفاوضات الحالية كان واضح جدا تعنت الجانب الإسرائيلي
ضمن استراتيجية جص النبض لكي يدخل إلى رمضان بدون هدنة، وبالتالي يحاول أن يجص نبض كل الأطياف وكل الفئات في كل ما يجري. وهذا الأمر أنا باعتقادي للإنصاف هو فوق بنيامين نتنياهو، هو هنالك حالة من الإجماع على المستوى الأمني في هذا الجانب. لهذا السبب رئيس السي آي إيه يتواجد في هذه الأثناء في داخل تل أبيب لمحاولة تشكيل الضغط على الجانب الذي يتوجب أن يكون عليه ضغطا واضح جدا. ولكن المثير يعني للاهتمام هو تصرفاتها في الأسبوع الأخير. هي كانت قد أعلنت الإدارة الأمريكية بأن 15 من مارس هو يجب، حيث يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بأن تقدم تقريرها بأنها لم يعني تتخطى القوانين الدولية. هذا الأمر تم التعتيم عليه إعلاميا في الأيام الأخيرة. بعد ذلك يأتي جزئية الميناء، أو قبل ذلك بقليل تأتي جزئية الولايات المتحدة، الإسقاطات الجوية، حيث تتصرف يعني دولة وكأنها لا حول لها ولا قوة على مجريات الأمور أمام الطرف الإسرائيلي، بدلا من أن تضغط عليه بأن يفتح المعابر. ثم تأتي إشكالية الميناء، 60 يوم على الأقل لكي يتم إنشاء هذا الميناء. في البداية الأمر، بالمناسبة في البداية الأمر كان يخيل للمرء بأن الحديث هو ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو، بأنها يعني تسير في مسار حقيقي نحو اتجاه حل الدولتين في محاولة لتشكيل ضغوطات عليه حقيقية. ولكن بعد ذلك عندما أقرت وأصرت بأنه سوف يقوم بتنسيق إسرائيلي بمفاهيم كهذه أو كأخرى، واضح جدا أن كل مساعي الولايات المتحدة إضافة إلى حملة تبييض يدي جانس من الدم الفلسطيني هي محاولة في مساعي يعني تلطيف صورة إسرائيل الدبلوماسية، حيث أخفق بنيامين نتنياهو وحيث والاستنتاج في يضغط. النهاية يا أستاذ إيهاب ماذا يقول؟ هي تحاول أن تحصن الحالة الدبلوماسية لإسرائيل حيث يضرب بنيامين نتنياهو بها بعرض الحائط. أتحول مباشرة للدكتور باولو فون شيراك. دكتور، يعني أيضا الاستفسارات وبعضها طرحها ضيفي الأستاذ إيهاب المتعلقة بأن إذا كان هناك معابر برية وهذه المعابر تتكدس عليها الشاحنات ويمكن أن تدخل في ساعات إلى القطاع لإنقاذ الناس، ما الذي يجعل واشنطن تذهب إلى الرصيف البحري؟ وإذا كانت إسرائيل ستسمح به وتتعاون معه، لماذا لا تتعاون من المعابر البرية؟ كل هذه الأسئلة تطرح في هذه اللحظة لفهم الأهداف الحقيقية من وراء هذا الإجراء. شكرا على استضافتي هذه الليلة. من وجهة نظري هنا في العاصمة واشنطن، بالطبع ما أراه هو أن هناك فجوة حقيقية بين إدارة بايدن والائتلاف الحكومي، الائتلاف الذي يقوده أو الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. بالطبع تريد الولايات المتحدة أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت لأسباب حقيقية، لأسباب مشروعة بكل تأكيد، أسباب إنسانية. العالم بأسره يدرك كل هذه الأمور، لا داعي لنكرر هذه النقطة. المعاناة لدى الشعب الفلسطيني في غزة، هذه المعاناة مروعة، التشرد، وأيضا أجبروا على المغادرة من منازلهم، عدم وجود طعام ورعاية صحية، نعرف كل هذه الأمور، وهذا وضع مروع. وللأسف هذا قد أدى إلى تشويه سمعة إسرائيل بشكل كبير. وبالطبع هناك أيضا اعتبارات داخلية سياسية. السيد بايدن الآن أمام إعادة الانتخاب، وبكل تأكيد هذه العملية في غزة، العملية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي وبقيادة نتنياهو، بالطبع هذه العمليات تحظى بأي شعبية على الإطلاق عند العديد من الأعضاء بالحزب الديمقراطي، ناهيك عن طيف واسع من الكتلة الانتخابية. ونتحدث هنا عن العرب الأمريكيين الذين يشكلون أعداد كبيرة في ولايات مثل ميشيغان، كما شاهدنا أكثر من 100,000 شخص في الانتخابات التمهيدية صوتوا بدون تسمية أي أحد، وهذا كان بمثابة انتقاد أو توبيخ للسيد بايدن لأنه لم يبذل ما يكفي من المساعي لإنهاء الحرب. إذن هذه معضلة، لست متأكد عن موضوع ماذا التعاون ما بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو.
في هذه الخطوة الهادفة إلى إيجاد سبل إضافية أو جديدة لتوفير غزة بالمساعدات الإنسانية. وكما قلت أيضا هذا ما يقال عن بناء هذا الجسر البحري حيث يمكن أن تعبر هذه السفن إلى الشاطئ. هو التساؤل دكتور باولو فون شيراك، التساؤل إذا كانت إسرائيل متعاونة في الرصيف البحري لإدخال مساعدات لقطاع غزة، لماذا هي غير متعاونة في فتح المعابر؟ وإذا كانت الولايات المتحدة تفعل ذلك خارج السيطرة الإسرائيلية، لماذا لا تدخل وتحمي المعابر خارج السيطرة الإسرائيلية؟ هذا هو التساؤل المطروح الآن أمام كل الرأي العام الذي تابع خطاب الرئيس بايدن، خطاب حالة الاتحاد الذي أعلن فيه عن إنشاء الميناء. نحن نعرف الموقف الإسرائيلي، إسرائيل تخشى عبور الحدود. إسرائيل تدعي، الإسرائيليون يقولون أن هناك مخاوف أمنية مشروعة حول ما الذي قد يدخل من خلال هذه المعابر، وربما بعد شهر مثلا يمكن أن نرى إدخال مواد أخرى، إدخال أسلحة مثلا أو ذخائر إلى آخره. سواء كانت هذه المزاعم تستند على الحقيقة أم لا، المسألة لا تهم. هذا هو الموقف الإسرائيلي، ولا أعتقد أنه يمكن أن نتوقع تعاون كبير في هذا الإطار. وإذا كانت توافق الحكومة الأمريكية على هذا الموقف الإسرائيلي، هذا أمر لا يهم، لأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات بشكل أحادي، وأعتقد بأنها كانت تتبنى مقاربة أحادية. أعتقد أن هذا يعود إلى أنها غير قادرة على إقناع أو إجبار إسرائيل على فتح المعابر الحدودية البرية والسماح بإيصال المساعدات الأمنية إلى السكان في غزة. هذه المرحلة التي وصلنا إليها، وأعتقد أن هذه الإجراءات من جهة نعم هي من أجل إرسال المساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى إدارة بايدن راغبة بشدة، تريد أن تثبت للناخبين الذين سيصوتون بعد بضعة أشهر لرئيس جديد، وأيضا تريد إدارة بايدن إثبات للعالم، للرأي العالمي، بأن الولايات المتحدة تأخذ معاناة المواطنين في غزة على محمل الجد، وبالتالي هي لا تنتظر إسرائيل لكي تتحرك. واضح سيد دكتور، أصبحت الفكرة واضحة ومكتملة، لكن من ضمن أيضا التفسيرات أستاذ محمد الأخرس، أسعد الله مساءك في إسطنبول، ما قاله ضيفي الدكتور فون شيراك أن بايدن يحاول التخلص من الضغط الذي والاتهامات بعدم فعل شيء تجاه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لكن بعض التفسيرات الأخرى التي سألخصها بشكل سريع بسبب الوقت، موضوع أن يكون الرصيف البحري للهجرة ولأخذ الناس بعيدا عن قطاع غزة وإفراغه، وبالتالي تنفيذ مشروع التهجير بأسلوب آخر. أيضا أحد التفسيرات إخراج حماس من المعادلة وحكومتها وموظفيها، وبالتالي السيطرة على توزيع المساعدات، ومن يسيطر على الإغاثة والمساعدات سيدير القطاع. يعني هذه بعض من التفسيرات التي تطرح. طبعا تفسيرات أخرى، دخول لاعبين إقليميين جدد سوف يشرفون، في تقارير عن اتصالات تجري مع الإمارات ومن مع الإمارات وحلفائها من فلسطينيين وغيره. ما رأيك أستاذ محمد الأخرس بكل هذه السيناريوهات، وأيها أقرب للواقع؟ بداية أسعد الله مساءكم سيد الكريم والمشاهدي الميادين. الحقيقة أن هذه القضية قد تكون الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب من المنظور السياسي. هناك فرق ما بين الدوافع وما بين التفسير السياسي برأيي للخطوة التي حصلت. الخطوة تنتمي فعليا إلى الاستراتيجية الأمريكية التي بدأت منذ اليوم الأول مع هذه الحرب، والمرتبطة بتأمين الشرعية الدولية لهذه الحرب وضمان استمراريتها وعدم انتكاستها. هذه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية هي تحاول
منع نزع الشرعية عن هذه الحرب، لا سيما بعد مجزرة الرشيد التي أظهرت حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي حصلت في قطاع غزة. لذلك الولايات المتحدة هنا تتحرك من زاوية المصلحة الإسرائيلية وفق تقديرها. هناك شعور أمريكي بأن هناك حاجة لإنقاذ إسرائيل من نفسها. هذه الخطوة في حقيقته هي تعبير أيضا عن الأزمة السياسية بين نتنياهو وبين بايدن. نتنياهو الذي يعتقد أن لديه ملكات سياسية تؤهله لأن يلعب في السياسة الأمريكية، هو عرقل الخطوات الأمريكية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية. حينما نجد أن الإدارة الأمريكية تقوم بشراء شاحنة أو سفينة من الدقيق الموجه إلى قطاع غزة، ويتخذ قرار في الكابينيت بحضور بلينكين لكي يدخل هذا الدقيق إلى غزة وتحديدا إلى شمال القطاع، ومن ثم يقوم سموتريتش وزير مالية الاحتلال بالتلاعب عبر قوانين الضريبة وما إلى ذلك، ويمنع دخول هذه الشحنة إلى قطاع غزة. حينما يتم الاتفاق في كابينيت الحرب مع الولايات المتحدة على إدخال المساعدات عبر كرم أبو سالم، ويقوم نتنياهو في نفس الوقت بإرسال المتظاهرين إلى حركة 9 المتظاهرين الذين هم ينتمون إلى الليكود في حقيقتهم، ويعرقل هذه الخطوات. حينما يضطر رئيس مجلس الأمن القومي أو مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سولفيان ليصرح بضرورة أن توافق إسرائيل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتحديدا شاحنة الطحين التي تحدثنا عنها، هذا أظهر عجز الموقف الأمريكي وعدم قدرته على الحراك بشكل سليم. لذلك هناك أزمة سياسية تفصيلية مرتبطة بهذه القضية استدعت من الإدارة الأمريكية أن تتدخل. الحقيقة أن هذا الأمر يعني مرتبط بخسارة إسرائيل لعقلها السياسي، لعدم قدرتها على إدارة حروبها منذ اليوم الأول. لكن هنا الولايات المتحدة الآن محمد، حتى يعني نستكمل هذه الفكرة، هنا أريد أن نقيم معك ومع ضيوفي المخاطر الحقيقية على الشعب الفلسطيني جراء هذه الخطوة، أو الفوائد بالمقابل. يعني أنت اليوم لا تستطيع وليس من الأخلاق أن تمنع أهل غزة أن يحصلوا على المساعدات. من أين كانت هذه المساعدات؟ يجب أن يحصل الناس على المساعدات لأنهم بوضع مأساوي. بالمقابل في محاذير لها علاقة بمخططات تجري على الأرض. كيف يمكن التوفيق بين الأمرين في هذه الحالة؟ في الظرف الحالي هذه الخطوة فعليا هي تنتمي إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، حيث كان يفترض بالجيش الاحتلال أن يقوم بتوفير البديل المحلي والسياسي لحركة حماس في شمال القطاع تحديدا. لكن الفشل في إدارة المشهد دفع حتى بعض الأوساط العسكرية داخل الجيش للتلويح بأن عدم القدرة على إدارة المشهد في المرحلة الثالثة سيعيدنا إلى المرحلة الثانية. الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لم يستطيعوا إلى الآن أن يوجدوا أي بديل محلي عن حركة حماس في قطاع غزة. لذلك هذه الخطوة، وأنا الآن أتحدث لكم عن بعض المعلومات التي تشير إلى أن مؤسسات دولية جلست مع أكثر من 10 عوائل وعشائر في شمال قطاع غزة تحديدا، ولم تحصل على أي موافقة من هذه العوائل. لذلك نحن لا نتحدث عن استراتيجية متكاملة لدى العدو ولا لدى الإدارة الأمريكية للتعامل مع ملف قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يستطيع أن يدير هذا الملف ويستثمر بالاتجاه الصحيح طالما أن هناك إرادة سياسية تمنع الدخول في الشقوق وتمنع التلاعب بالبيئة الداخلية. الخطوة على بلا شك لها خطورة ولها تبعات يمكن أن تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية، لكن هناك ظرف إنساني ملح مرتبط بحاجة الناس. يعني نحن اليوم نعتبر أن حجر الزاوية في المعركة هو مرتبط بثبات الأكثر من 500 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة. هذه الفئة كانت مهددة بالتهجير والنزوح مرة أخرى إلى الوسطى وإلى الجنوب ما لم تدخل المساعدات. هذه الخطوة هي في حقيقتها تعبير عن الفشل الإسرائيلي في إدارة الملف. هي يعني تحمل بلا شك يعني فرصة وتهديد. المطلوب من الفلسطينيين أن يتعاملوا مع الفرص وأن يدفعوا التهديدات. أنا أعتبر أن حينما يتم الحديث عن السيادة الفلسطينية، نعم
نحن بحاجة إلى سيادة وتعزيزها، لكن هذه الخطوة في حقيقته هي تنتقص من السيادة الإسرائيلية التي منذ أكثر من 70 عاما تفرض تبسط يدها وسلطتها على جميع المنافذ البحرية والجوية. تمام. هذه أول مرة منذ عام 1948 يكون هناك ميناء أو ممر لا تكون إسرائيل أو دولة الاحتلال هي الطرف المسيطر عليه بشكل كامل. هذا تعبير عن الأزمة وعدم قدرة الاحتلال على إدارة المشهد السياسي وعدم وجود سياسيين يمكن التعامل معهم بشكل سليم. الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعا بألاعيب نتنياهو، هم بلا شك يتفقوا في الاستراتيجية، يتفقوا في الأهداف الكبرى، لكن هناك شقوق وهناك خلل في إدارة العلاقة يمكن أن تسفر عن بعض المصالح. سوف نسأل عن ذلك الفرص للشعب الفلسطيني. أستاذ محمد، الدكتور باولو فون شيراك بعد قليل عن حدود الاختلاف بين نتنياهو وبايدن في إدارة هذه الحرب، لكن سنكمل كذلك فيما بدأناه مشاهدينا على حاله. ما زال السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة تعنت سياسي ومجازر ممتدة من وسط القطاع إلى رفح، في المقابل تستمر المقاومة في إدارة المعركة ميدانيا وسياسيا، وتكشف 4 أسماء لأسرى إسرائيليين قتلوا في غارات الاحتلال. من الجو يستمر هطول المساعدات الشحيحة والقاتلة، من البحر تكبر التحذيرات من تداعيات مشروع الميناء الذي تروجه الولايات المتحدة. الأطراف القلقة من هذه الخطوة ترى في الميناء محاولة جديدة لتهجير الفلسطينيين ودفعهم إلى التعايش مع حرب طويلة هي باختصار مصالح الاحتلال. ما يحدث هو الذي يجب ألا يحدث. هذه هي فحوى الانتقادات الواسعة لإنزال المساعدات من الجو ولمشروع الميناء. ما وظيفة المعابر البرية المغلقة إن كانت بقرار إسرائيلي؟ منظمة أطباء بلا حدود ردت على الرئيس الأمريكي ووصفت مشروع تشييد الرصيف البحري بالانعطافة الصارخة على المشكلة الحقيقية، وهي بوضوح الحملة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة في غزة. في الضفة الغربية يظهر مأزق الاحتلال جليا رغم كثافة الاقتحامات والاعتقالات. المقاومون يتجاوزون مهمة التصدي إلى المبادرة في الهجوم واستهداف الحواجز العسكرية والمستوطنات، وعلى أبواب شهر رمضان يصبح لتصديهم وقع أكثر إقلاقا لحكومة نتنياهو، وهو سبب من أسباب تكثيف الاعتقالات. نادي الأسير الفلسطيني أعلن أخيرا أن عدد المعتقلين في الضفة منذ بدء العدوان تجاوز 7500. سياسيا برزت دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قادة الأمة وعلماءها ورموزها إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا لوقف العدوان على غزة وحماية المسجد الأقصى في شهر رمضان. هنية شدد على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الداعمة للاحتلال لإجباره على وقف حربه البشعة على نحو فوري وغير مشروط. بالتوازي أكدت حركة الجهاد الإسلامي مواصلة كتائب المقاومة دورها في المعركة المفتوحة من دون تراجع، وحذرت الاحتلال من مشهد رمضاني قاس عليه بالقول على المحتل وداعميه أن يعدوا أنفسهم جيدا لما ينتظرهم خلال الشهر المبارك. أستاذ إيهاب جباري، نتحول إليك. الإجراءات التي نتحدث عنها من الجو، مظلات مساعدات أو الرصيف أو غيرها، هل هذا هو البديل لعملية التفاوض والوصول إلى اتفاق؟ هل أوقفنا مسار الوقف النار المؤقت والاتفاق عليه ودخلنا في مسارات أخرى وسيناريوهات أخرى انطلاقا من هذه الإجراءات؟ يعني تحديدا هنا عندما نتحدث عن مدى قدرة الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يؤرق منام الجانب الأمريكي تحديدا في هذه الجزئية، وربما ضيفك الكريم من واشنطن يمكنه أن يكمل هذه الفكرة بعد عرضها هنا. هو أنه في شهر أغسطس المقبل هنالك لدى الديمقراطيين ما يسمى لجنة التسمية على المرشح الديمقراطي، عادة ما تكون هذه اللجنة مملة بالكامل. الجزئية هي أنه فقط في عام 68 أبان ما كانت الولايات المتحدة متغمسة في داخل فيتنام، آنذاك كانت هي المرة الوحيدة التي كانت صاخبة وأعطت الصفعة للديمقراطيين، مما أدى
إلى نيكسون إلى سدة الحكم. هذا ما يراهن عليه بنيامين نتنياهو. ليس لأن بايدن بالمناسبة سيء لإسرائيل، بايدن ليس سيء لإسرائيل، لكن بايدن هو سيء لبنيامين نتنياهو ولطموحات بنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد أن يعتاش من هذه الحرب بكل معنى الكلمة. بايدن يريد أن يذهب إلى شهر نوفمبر في حالة، في ورقة عريضة يقدمها إلى الناخب الأمريكي، تقول أن كل شيء على ما يرام في داخل الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي the president استطاع أن يطفي هذه الحيلولة من السلام في داخل الشرق الأوسط، وكيف لا والحديث هنا عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية تحديداً. بالتالي نحن نرى مسار بديل بعد المسار الذي تعنت به نتنياهو. أشرنا إلى جزئية محاولة تنظيف أو تبييض يدي جانتس لتسويقه كنوع من حكومة الظل، حتى إن شئنا حكومة أو وزير الخارجية، وهنا النقطة مهمة جدا. جانتس منذ اليوم الأول، حتى ما قبل اليوم الأول لهذه، ربما هنالك نعزف على كل السيورة، في نوفمبر 2022 بعد انتخابات الكنيست التي أفضت إلى هذه الحكومة، كان هنالك مساعي حقيقية من قبل الإدارة الأمريكية لإدخال جانس إلى هذه الحكومة في محاولة تليينها وإبعاد سموتش وبن غفير الذين يرون بهم كتهديد مباشر لأمنهم القومي. الخامس من أكتوبر 2023، يومين قبل السابع من أكتوبر، جانس تواجد في واشنطن لذات المساعي، محاولة إدخاله إلى هذه الحكومة ومحاولة إيجاد شريك في عام الانتخابات الأمريكي، محاولة إيجاد من يستطيعون مخاطبته. جانس أدخل بعد بأسبوع كان مكان، وأدخل جانس إلى داخل هذه الحكومة، استقبله نتنياهو مرغبا لا بطل. بطبيعة الحال أدخل كحصان طوادة، وكان يعلم أنه حصان طوادة، وكانت لديه يعني وظائف مسمية. الوظيفة الأولى التي تلقاها جانس في بداية هذه الحرب هو وزير دفاع الجبهة الشمالية، هذا كان مسمى جانس في الكامل. الآن جانس بدأ يتصرف وكأنه وزير خارجية ووزير حكومة ظل بالكامل، هذا ما تحاول أن تسوقه الإدارة الأمريكية. كل ما تحاول أن تقوم به هو مسارين: مسار الضغط على بنيامين نتنياهو، بدونك نستطيع أن نكمل الطريق، والمسار الثاني هو محاولة يعني إعادة كل ما 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 بنته مع حتى مع بنيامين نتنياهو في فترات معينة بموقع إسرائيل الدبلوماسي ومركزتها في الشرق الأوسط وفي حتى في الغرب، إعادة تسمية البديل الذي يمكنه أن يقود هذه الفترة المرحلة المقبلة، نعم. ألا وهو يعني أنا أريد أيضا أن أسأل دكتور فون شيراك حول حدود هذا الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو وإسرائيل، وأيضا نحن عندما نناقش موضوع الرصيف البحري الأمريكي وتحدثنا عن تفسيرات للخطوة، نريد أن نسأل أيضا عن المدة الزمنية. سيد دكتور فون شيراك، الحديث عن 60 يوم، ما الذي يحصل سوف يحصل خلال شهرين؟ سيكون هناك حديث عن وقف إطلاق نار، سيكون هناك المعارك ستستمر، المساعدات ستبقى تأتي من الطائرات، ما هي المدة، ما الذي سوف يكون خلال 60 يوما؟ ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية خلال 60 يوما؟ وهل قول الرئيس بايدن بأن الاتفاق صعب حاليا يعني أننا لن نشهد أيضا خلال الأيام المقبلة أي تقدم في عملية وقف النار؟ انظر، يجب القول بأن الوضع في غاية التعقيد. كما أشرت سابقا، في الوقت الراهن التركيز الأساس والهم الأساس لإدارة بايدن هو الإظهار للرأي العام الأمريكي، ولكن خاصة لطيف واسع من حزبه، الناس الذين هم بحاجة إليهم في نوفمبر ليصوتوا له، أن يثبت لهم بأنه جاد وبأن إدارته جادة وتتخذ إجراءات حقيقية من أجل تخفيف إلى أكثر حد ممكن التخفيف من هذه المعاناة لدى السكان المدنيين في غزة، وهذه المعاناة مروعة، الجميع يدرك ذلك، ويجب أن يثبت هذا. وإذا كان سينجح أم لا، لا أقول بأنه لا يمكن تحقيق النجاح، ولكن الأهم هو إظهار حسن النوايا سياسيا، أي أنا موجود، أبذل قصارى جهدي، أنا رئيس الولايات المتحدة، وأنا
أتصرف على الأرض في غزة من خلال كل الوسائل المتوفرة لدي، وأنا أيضا أقوم بحشد الرأي العام وأحث الرأي العام العالمي والأوروبي ليقوم بالمثل الانضمام إلى هذه العملية المشتركة. إذا أردنا أن نتحدث بالسخرية يمكن أن نقول أن المسألة مجرد علاقات عامة من رجل يخشى بأنه لن يعاد انتخابه في شهر نوفمبر، وأنا متأكد بأن هذا من ضمن اعتبارات بايدن. ولكن فيما يتعلق بالنزاع وإلى أين يسير هذا النزاع وما الذي تريد رؤيته الولايات المتحدة، الوضع في غاية الصعوبة. أمريكا قالت منذ اليوم الأول أن نتنياهو أقله من حيث المبدأ يحق له ملاحقة حماس والقضاء على حماس كمنظمة سياسية وعسكرية. أمريكا قالت أنه بإمكان إسرائيل مبررة عندما تقوم بذلك، ولكن برأي واشنطن لا يحق لإسرائيل قتل المدنيين كما تريد وكما يحلو لها، وذلك من أجل تحقيق هذا الهدف العسكري سواء كنا ندعم هذا الهدف العسكري أم لا. الموقف الأمريكي هو أن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس، ولكن أرجوكم توخوا الحذر ولا تقوموا بقتل المدنيين، وهذا مستحيل، وذلك نظرا إلى طبيعة الأرضية هناك والديموغرافية في غزة نعرف ذلك. بالتالي المهمة مستحيلة، لا يمكن القيام بذلك، لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك سواء كان نتنياهو أو أي شخص آخر. إذن ما هو، أين تجد نفسها أمريكا؟ هل تقول أمريكا إذن لنتوصل إلى وقف إطلاق النار، عودة الأسرى وأيضا وقف إطلاق النار؟ هذا لا يصب في صالح نتنياهو. نتنياهو قال ربما أتوصل إلى وقف مؤقت أو وقف إطلاق النار لبضعة أيام كما حصل سابقا في مرحلة سابقة من النزاع، ولكن هدفي هو استمرار المعركة، وهذا يتضمن بكل تأكيد احتلال غزة إلى أن يتم القضاء على حماس. وحماس تلقت الكثير من الخسائر والإصابات، ولكن حتى الآن لم يتم القضاء على حماس، يعني حتى لم يتحقق أي هدف من الأهداف. دكتور فون شيراك، لا قضاء على حماس ولا استعادة الأسرى، وهما الهدفان اللذان تحدث عنهما بنيامين نتنياهو منذ بداية هذه الحرب. أستاذ محمد الأخرس، الملاحظة أن الحديث عن العملية العسكرية الذي كان ملحا ومتسارعا في جنوب قطاع غزة في رفح تراجع، ما هي الأسباب وهل تم تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان بسبب حساسية هذا الشهر؟ هل تعتقد أن الإسرائيليين ذاهبون إلى هذه المعركة وأن سبب تراجع الحديث عنها هو تأجيلها فقط لا غير؟ تحليل الموقف الإسرائيلي من الحرب على من الذهاب إلى رفح هو مرتبط أيضا بحاجة إسرائيل إلى أن توضح ما الذي قامت به في خان يونس. يعني حينما في بداية شهر ديسمبر الماضي تحدث نتنياهو وكل أركان المؤسسة العسكرية والسياسية بشكل واضح بأنهم ذاهبون لاستعادة الأسرى والاغتيال ولقتل قادة حماس، وبعد أسبوع من بداية العملية جاء جاك سولفيان إلى دولة الاحتلال، وقيل حينها ونقل على لسان مسؤول أمريكي كبير بأننا على بعد أيام من الوصول إلى قيادة حماس، وهنا الحديث كان بشكل أساسي عن قائد حماس في غزة أبو إبراهيم يحيى السنوار. ما انتهت إليه العملية في مدينة خان يونس هو كان مؤشر كبير على فشل الاحتلال الإسرائيلي وعدم قدرته على تحقيق أي من الأهداف التي تحدث عنها. هذا الأمر يقلل من مصداقية الرواية الإسرائيلية سواء في العالم أو لدى حلفائه في الغرب أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك العملية في رفح اليوم هي غير محبذة وغير ولا يوجد الطرف دولي اليوم يشجع باتجاهها، والمدرك أيضا بلغة الميدان وباللغة العسكرية بأن الاحتلال لن يحقق شيء حقيقي يمكن أن يتم الاحتفال به إسرائيليا. الذهاب إلى رفح هو بالدرجة الأولى هو قرار سياسي وليس قرارا عسكريا، مرتبط بمآلات الحرب وطبيعتها واتجاهاتها. إذا قرر الاحتلال الذهاب إلى رفح فهذا قد يؤدي إلى صب الزيت على النار
الانتحار، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير في الجبهات الخارجية، لا سيما في ظل التحذيرات التي صدرت عن مسؤولين كبار على رأسهم أنصار الله في اليمن، وما شهدناه أيضا في الأيام الماضية من تصعيد للضربات في اليمن هو مرتبط كما قالت أنصار الله بنية الاحتلال الذهاب إلى رفح. لذلك في ظل الخوف الإسرائيلي من إحداث من انفجار الأحداث في الضفة الغربية وفي القدس، والآن يوجد وهناك حديث إسرائيلي الآن أن عدد القوات المنتشرة حاليا في الضفة الغربية هو يفوق عدد القوات المنتشرة في قطاع غزة، ولذلك إذا قرروا الذهاب إلى عملية في مدينة رفح فهذا يحتاج إلى استدعاء الاحتياط مرة أخرى بصورة كبيرة، ويحتاج إلى تأهيل الرأي العام وإلى التواصل مع الحلفاء. لذلك في المدى المنظور خلال الأيام المقبلة لا سيما في شهر رمضان من غير المرجح أن يذهب الاحتلال إلى مدينة رفح إلى هذه العملية، وستكون مؤجلة. سنتحدث عن جبهات المساندة وعن الميدان كذلك والانتقادات الإسرائيلية في هذا التقرير، ثم نعود مرة أخرى. متناقضا يبدو مشهد مظلات الفرج الإنسانية على الطريقة الغربية مع صور الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. الخطة الأمريكية مكشوفة بالنسبة إلى أطراف عديدين، وهي على أي حال لا يمكنها حجب نتائجها القاتلة على الأرض. حدود الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لتل أبيب سياسة أمريكية لذر الرماد في العيون اعتادها الجميع أيضا، وهي تتقاطع في هذه اللحظة من الحرب مع خيبات إسرائيلية سياسية وميدانية. الخيارات الإسرائيلية أمام العدوان على غزة تبدو مقفلة في وجه حكومة نتنياهو، تحاصر اليوم وسط حقل ألغام سياسي يمنعها من إنهاء الحرب أو الاستمرار فيها. ترى تل أبيب نفسها مجبرة على دفع الأثمان بتوقيع من المقاومة التي تضرب الاحتلال في مناطق يفترض أنه سيطر عليها، فيما لا يزال صاحب الأرض يمسك بأوراقه في ميدان يطبق على جنود الاحتلال المستنزفين من جباليا إلى خان يونس. على أن استكمال سياسة الهروب الإسرائيلية إلى الأمام لن يجعل من رفح بعيدة عن مربع الخسائر الإسرائيلية. هو مربع يتمدد على شتى جبهات الإسناد ويتعزز على جبهة لبنان، مع ثبات المقاومة في وجه الضغوط الدولية لفصل هذه الجبهة عن جبهة غزة. وفي الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تؤجج المقاومة كرة النار المشتعلة وتحول أروقتها إلى جبهات مستعصية وموازية. إخفاق في إدارة الأزمة جعل جناحي الحرب أمام مفترق صعب يخوضان فيه معركة توزيع الخسائر، معركة وجدت طريقها إلى الإعلام الإسرائيلي نفسه رغم الرقابة المفروضة. يحذر اللواء في الاحتياط إسحاق بريك من كارثة في حال اندلاع حرب إقليمية، وفي مقاله الذي نشرته هآرتس يعري بريك إدارة الاحتلال وسلطاته وحكومته، وينتقد زيف الإعلام الإسرائيلي وواقع الجيش في غزة في مقابل واقع المقاومة وقيادتها في ظل وجود قادة عسكريين وسياسيين غير متزنين قاصدا نتنياهو وجالانت. النبرة نفسها انسحبت على مقال ديفيد ناجي الذي يتحدث عن دولة الدجالين. هي تداعيات توسع انقسامات الكيان وتوضح حجم ثقوب المركب الإسرائيلي المهدد بالغرق وسط الطوفان مهما كابر نتنياهو ومن معه. أستاذ إيهاب جبارين، على جبهة الشمال يبدو هناك حالة يأس من التصريحات الإسرائيلية المتكررة والكثيرة والكثيفة خلال الأشهر الماضية حول إبعاد المقاومة اللبنانية عن الحدود وإعادة السكان إلى الإسرائيليين إلى مستوطناتهم على الحدود. هل بالفعل أستاذ إيهاب من وجهة نظرك إسرائيل فقدت الخيارات على هذه الجبهة؟ نعم، يعني تحديدا في الجبهة الشمالية هي ربما يجب الوقوف عندها كثيرا. أنا باعتقادي أن هي فقدت نقطة الزخم، يعني إذا كان هنالك هي تحاول أن تدير ما تديره في داخل الجبهة الشمالية ضمن سياق أيام حرب ليس إلا. نعم التصريحات كانت واضحة،
نعم، التصريحات الإعلامية الإسرائيلية لطالما كانت تخرج، جانس، هليفي، جالانت، نتنياهو، هنالك أمور عدة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. بداية في عام 91 حرب الخليج الثانية، إسرائيل كانت تتلقى صواريخ أسكاد في خضيرة الأبيب وحيفا، أكثر من 30 ضربة موجهة. الولايات المتحدة أمرت إسرائيل، وهنا تحديدا الأمر كان للجانب العسكري إضافة إلى الضغوطات على الحكومة، كان هنالك ضغوطات حقيقية في كل ما يخص الجانب العسكري الأمني في إسرائيل بألا تقوم بأي رد فعل، وإسرائيل لم تقم بأي رد فعل. الإدارة الأمريكية، أمريكا يوجد لديها يعني سيطرة معينة في كل ما يخص جبهات إسرائيل خارج نطاق حدودها، إن شئنا تعريف ذلك بهذا المضمار، أي بكلمات أخرى قومي بما شئت. وربما هذه هي جزئية، الحجيج الذي كان في البداية إلى داخل تل أبيب هو كان خوف من الإدارة الأمريكية بأن الرجل الذي يعني ضرب بدولته على مدار 5 سنوات وأدخلها في أزمة قيادة كي يلوذ بنفسه من الفرار، ما الذي سوف يمنعه من أن يفتح جبهات قد لا تحمد عقبها، قد تتحول إلى جبهات إقليمية لذات الأسباب. أعطته يعني شك على بياض مفتوح بأن يقوم بكل ما يريده في داخل القطاع، تحديدا في جزئية الجبهة الشمالية. هنالك النقطة الأهم هي يعني أعطت الورقة بيد جانس، أشرنا إلى ذلك سابقا، وألا يكون هنالك أي تدخل. الآن جزئية مهمة جدا وعلى عجالة، هنالك ما يسمى في إسرائيل متلازمة 2006، يشار إليها بخصوص كل ما جرى في تموز 2006. وفي هذه الخصوصية يقال، وحتى هذه اللحظة ونرى تبعيتها حتى في ليس فقط في الجبهة الشمالية بل كذلك في القطاع، بأن إسرائيل هي يعني هيبة الردع أثبتتها حتى هذه اللحظة ضمن سياق واحد ووحيد، الطيران، سلاح الجو، ما دون ذلك هي في حالة إرباك ولا يعني تستطيع. هذا كمان أستاذ إيهاب هم يهددون فيه ويعتبرونه تعويض عن الردع العسكري المفقود. الإشارة إلى اللبنانيين بالنظر إلى المشهد في غزة بأنه سيحصل لكم ما يحصل الآن للشعب الفلسطيني في غزة، وبالتالي أصبح المدنيون والبنى المدنية والبنايات السكنية والأطفال أصبحوا جزء من معادلة ردع إسرائيلية وليست للأسلحة والجبهات والتكتيكات القتالية. صحيح جدا، وهذه هي المتلازمة التي يشار إليها بعين ناقدة في داخل إسرائيل. أحد أهم الناقدين هو إسحاق بريك طبعا بطبيعة الحال، الذي يقول يعني ويل لنا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بأن نتفاخر بسلاح الجو لكن ميدانيا لا يوجد لدينا أي تكتيك، لا يوجد لدينا أي استراتيجيات. بل أكثر من ذلك، إسرائيل لطالما اعتادت على الحروب الخاطفة، الحروب التي تمتد لعدة أيام، عدة أسابيع حتى إن شئنا، لكن هذه الحروب التي تمتد لأشهر، وربما نتنياهو هنا يحاول أن يقودها إلى سنوات، وهي ربما للمفارقة حرب لبنان الأولى كانت تسمى في إسرائيل حرب سلام الجليل، للمفارقة واضح أن نتنياهو يحاول أن يستنسخ حتى في الاسم حرب سلام حكومة اليمين. هذا ما كل ما يحاول أن يقوم به بنيامين نتنياهو في المفاهيم الإسرائيلية، أن يضمن سلامة حكومته ليس إلا، حتى لو كان على حساب أن يغوص في داخل الوحل الغزي واللبناني حتى إن شئنا. وهي هذه كذلك أحد الأمور التي يشار إليها، بأن إسرائيل في الحرب لبنان الأولى والثانية كذلك هي غاصت في وحل لبنان، هذا كذا يشير إلى ذلك في مواجهة أنها لم يكن لديها استراتيجية لإدارة الأمور ميدانية. طيب هنا أيضا أريد أن أخذ رأي الدكتور فون شيراك أيضا في الدقائق المتبقية من المسائية ورأي الأستاذ محمد في الخلاصات. سيد فون شيراك، هل تنظر كمراقب للسياسات الأمريكية على مدار العقود الماضية إلى سياسة الرئيس بايدن حيال هذه الحرب بأنها سياسة ناجحة، سواء كان على المسرح الدولي أو على صعيد الالتزامات الإقليمية والحديث عن عدم توسع الحرب إلى جبهات أخرى، أو على صعيد التفاوض ومعالجة الأمر من خلال التسويات والتوافقات وفي أصعدة أخرى، لكن بشكل عام سيد فون شيراك، هل نقول عن بايدن بأنه فشل وعجز في التعامل مع هذه الحرب
أم يمكن أن نقول بأنه يعني حصل أو كانت هناك سياسة ناجحة وناجعة في هذا المجال؟ إذا ما نظرنا إلى خارج، إذا ما تطرقنا إلى أدارات أخرى حتى قبل إدارة بايدن، الموقف الأمريكي حيال القضية الفلسطينية الإسرائيلية أصبحت أضعف. الدور الأمريكي أصبح أضعف. كانت هناك حماسة وكان هناك تفاؤل. تذكروا، كانت هناك خارطة طريق وكان لدينا موفدين والكثير من الإجراءات وأيضا نشاط دبلوماسي هائل بين الضفة الغربية وتل أبيب أو القدس، وكل هذه التبادلات والناس جاءوا بالخطط ووضعوا أيضا محطات أو حددوا تواريخ، ولكن لم ينجح شيء. والآن لا أعرف إذا ما كان هناك أي شخص لديه فكرة أفضل. الموقف كما أشرحه وفقا للرؤية في واشنطن، في واشنطن يتم النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. السيد نتنياهو ليس جاد في موضوع حل الدولتين. هناك أطراف أخرى في إسرائيل جادة وتعني ذلك، تعني كلامها، وقتلوا ناس. تذكروا إسحاق رابين، لأنهم أرادوا بالفعل السلام مع الفلسطينيين، ولكن البلد ليس موحد خلف هذا الموضوع. الحكومة الحالية في إسرائيل ميؤوس منها في هذا المجال. هذه الحكومة بكل تأكيد لا تريد الوصول إلى ترتيب أو اتفاق حقيقي ينص على حل الدولتين وفقا لاتفاقات أوسلو. من جهة أخرى، الإسرائيليون والأمريكيون أيضا يجب أن يقولوا أن هناك وجهة نظر. هم يدعون أو يزعمون بأنه ليس هناك إجماع فلسطيني فيما يخص حل الدولتين، وبالتالي هناك فلسطينيون يريدون القضاء على دولة إسرائيل. وبالفعل هناك بعض هذه الأطراف، وبالتالي المسألة في غاية الصعوبة. إذن كيف تدير أمريكا هذا الموضوع؟ المسألة صعبة جدا. أمريكا ستواصل لعب دور الحليف لإسرائيل، ليس هناك أدنى شك، بغض النظر عن الشخص الموجود في البيت الأبيض، سواء كان بايدن أو إذا ما عاد ترامب. أمريكا لن تقول نحن سئمنا من إسرائيل، لا، اذهبوا، لأنكم خرقتم كل القواعد، لم توفوا بكل هذه التعهدات، ولا يمكن أن نواصل الدعم. هذا لن يحصل على الإطلاق. ولكن في نفس الوقت، كيف ندير العلاقات مع مثل هذا الحليف الصعب جدا؟ لا أعرف إذا كان هناك أي أحد في البيت الأبيض له فكرة واضحة في هذا الإطار. والإجراءات التي تتخذها أمريكا الآن فقط عبارة عن علاج مؤقت، أي أن نقول للعالم بأننا نفعل شيء. هذا العلاج المؤقت دكتور فون شيراك، وحسب النخب، كثير من النخب الأمريكية، توماس فريدمان أحدهم، ووزير الدفاع نفسه لورد أوستن نفسه، يتحدثون عن خسارة على المستوى الاستراتيجي، ونحن نقوم بعملية علاج موضعي غير ناجع، نخسر على المستوى الاستراتيجي. نعم، كما قلت، واشنطن لا يمكن أن تجبر أي حكومة إسرائيلية بأن تقوم بما تطلبه واشنطن، أي أن تقول لنتنياهو افعل هذا وإلا. هذا لن يحصل. بالتأكيد ستمارس ضغوط، سيأتوا الناس وسيقولون افعلوا هذا، لا تفعلوا ذاك، أرجو منكم قدموا لنا هذه الخدمة. وإذا ما رفض نتنياهو حينها يرفض. ولا أعتقد أن في هذه المرحلة لدى الولايات المتحدة القدرة أو النفوذ بحيث ستمارس ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل وقف ما تقوم به. ومرة أخرى، هناك مفهوم عام بأنه يحق لإسرائيل التحرك. حتى الآن يعرف بأنه دفاع عن النفس، وذلك بعد التوغل، توغل حماس في 7 أكتوبر، وهذا لن يتغير. أمريكا لن تقول انتظروا، نحن لا نعتقد أنه يحق لإسرائيل أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، وبالتالي نحن سنسعى بهذا الدعم. لأن طيب، هنا اسمح لي سيد فون شيراك أن أختم مع الأستاذ محمد الأخرس في إسطنبول في الحديث عن السيناريوهات للأيام المقبلة. كيف تتوقع أستاذ محمد، ما الذي سوف يجري على مسارات متعددة لهذه الحرب؟ مسار الإنساني، المسار الميداني، مسار التفاوض في القاهرة المجمد حاليا، مسار الإجراءات الأمريكية، المسارات العربية التي
المنسقة مع الإدارة الأمريكية لإدارة، يعني في أكثر من مسار، كيف ترى بأنها سوف، ما هي مآلاتها في الأيام المقبلة؟ من الجيد هنا أن نبدأ من الحديث عن مركبات الاستراتيجية التفاوضية التي يديرها، التي يدير نتنياهو من خلالها المشهد. نتنياهو الذي يحاول دائما التبخيص من ثمن الأسرى لكي يواصل عملياته في قطاع غزة، اعتمد على عدة مركبات، اعتمد على سلاح التجويع باعتباره أداة تفاوضية. الحقيقة أن هذا السلاح أو الموقف الإسرائيلي بات مكشوفا للعالم، مكشوفا لكل الأطراف الإقليمية، ولم يعد هذا السلاح قادرا على أن يستكمل الدور أو التعويل الإسرائيلي عليه. هناك الآن إرادة حقيقية في المنطقة لنزع هذا السلاح من يد دولة الاحتلال، وبدأنا نشهد إرهاصات لإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بعد أن وصل الجوع إلى مداه. هل تنجح هذه العمليات؟ أنا اعتقادي أن هذا العمل سيزداد خلال الأيام المقبلة، وإن كان سيكون دون المطلوب، وإن كان سيكون دون القدرة على المعالجة الحقيقية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. النقطة الثانية المرتبطة بالعمل العسكري للاحتلال، الاحتلال الإسرائيلي يدور حول ذاته. الاستراتيجية العسكرية التي تقوم عليها العملية أو الحرب في قطاع غزة بالنسبة للعسكريين الإسرائيليين هي أن النتائج أو المنجزات التكتيكية المتعددة قد تؤدي إلى المنجز الاستراتيجي. الحقيقة أن ما نشاهده خلال الأيام الماضية أن هناك انتكاسات تكتيكية متعددة وليس إنجازات تكتيكية متعددة. يعني من هذه الانتكاسات حينما قتل الجيش الاحتلال أسراه، حينما قام بمجزرة الرشيد قبل أيام، هذه التعويل الإسرائيلي على القدرة على أن كما وهذه الاستراتيجية هي نفسها، هذه المقاربة هي نفسها التي حكمت حرب لبنان الثانية والتي انتهت إلى فشل، وهذه الاستراتيجية أيضا ستنتهي إلى فشل، لأنه هذه الحرب بدأت بدون قدرة إسرائيلية متماسكة، دون قراءة للتفاصيل، دون قراءة عميقة لهذه الاستراتيجية. إسرائيل خرجت إلى هذه الحرب بغريزة الانتقام. أما على مستوى العامل الثالث الذي لطالما عول عليه نتنياهو وهو المرتبط بتحييد العوامل الفواعل الإقليمية، هذا أيضا من الواضح أنه لا ينجح فيه. والرسائل التي نقلتها القسام قبل أيام حول التنسيق مع الحلفاء وأن قرار الوقف إطلاق النار في وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو سيكون قرار جماعي ولن تستطيع إسرائيل أن تحيد الجبهات، لذلك هناك تصاعد في هذا العمل سيكون خلال الأيام المقبلة. أما الجبهة الرابعة والتي تفضل الجبهة الرابعة التي يتخوف منها التي يتخوف منها الاحتلال بشكل كبير وهي الضفة الغربية والمسجد الأقصى. هذه رمضان بدأ فعليا مبكرا في الضفة الغربية بالعمليات التي تتصاعد يوما بعد يوم. ما شاهدناه بالأمس في حومش هو مؤشر على طبيعة المشهد الذي سيحكم الساحة الفلسطينية، وستفشل المقاربات الإسرائيلية للتعامل مع القضية الفلسطينية وتحديدا مع مسألة رمضان وسكان الداخل والقدس والضفة الغربية. أستاذ محمد الأخرس الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من اسطنبول، وأيضا شكرا للأستاذ إيهاب جبارين خبير الشؤون الإسرائيلية من حيفا، دكتور باولو فون شيراك مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.